بصائر تملأ الآفاق نورا وتنشر في مرابعنا العبيرا، صفت وسمت وطابت فهي عذب نمير يقتفي عذبا نميرا، تزيد القلب إيمانا وتجلو عن القلب المريض أذى كثيرا، فكم من حكمة فيها وقول ينير العقل أو يذكي الشعور، حديث ذو شجون ساميات جميل رصفها تشفي الصدور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج بصائر وبصيرة جديدة، نسلط الضوء إن شاء الله من خلال هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم، فأهلا ومرحبا به، حياك الله دكتور. حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. دكتورنا، كان لك مقال بعنوان القياس الفاسد، هذا المقال أثار فيه بعض الأمور، لكن بالبداية أريد أن أتعرف وإياك للمشاهد الكريم عن معنى القياس الفاسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القياس الفاسد هو سبب من أعظم أسباب الضلال التي وقعت بين البشر في شتى الأمور. جميل. والقياس الفاسد كما يقول ابن تيمية رحمه الله هو تشبيه الشيء للشيء من بعض الأمور بما لا يشبهه فيه هذا الأمر. نعم. يعني يشبه الإنسان شيء بشيء في غير أوجه التشبيه. نعم. لأنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما تشابه واشتراك في بعض الأمور وبينهما فاصل مميز. نعم. مثلا الوجود أو كلمة وجود هي كلمة مطلقة، إذا قيل مثلا وجود الإنسان، وجود الجدار، وجود الذرة، أو إذا قيل وجود المخلوق، وجود الخالق. نعم. هناك اشتراك وتشابه في معنى هذه الكلمة، لكن هناك فاصل مميز بحسب الإضافة وبحسب الوصف. نعم. إذا قيل وجود المخلوق تخصص. نعم. وجود الخالق تخصص. فالإشكال هو في القياس الفاسد، قياس أمر على أمر مع الفارق بينهما. هنا يقع الضلال وتقع المشكلات وتقع الاختلافات، سواء في الأديان أو في المذاهب أو في الآراء أو في حتى المعاملات بين الناس بسبب القياس الفاسد. نعم. قد يعني يشكل علينا الموضوع شيء قليلا، نريد أن نجلي الموضوع ونضرب صورا وأمثلة حتى يتضح لنا هذا القياس الفاسد. يعني من القياس الفاسد مثلا هناك أمور كثيرة، مثل قياس المخلوق على الخالق. قياس المخلوق على الخالق، مثلا يأتي إنسان ويقول على سبيل المثال إذا شاهد فلانا من الناس يذنب. نعم. ويخطئ ويتوب ثم يذنب ثم يتوب، بعض الناس لجهله بمقام ربه تبارك وتعالى وبأوصافه عز وجل وبما يليق به من الحلم والرحمة وسعة الحلم وسعة العلم، يقول أنت تذنب كثيرا ثم تستغفر، أما تستحي؟ لو أن فلانا من الناس أخطأت في حقه مرة أو مرتين ما قبل منك في الثالثة. نعم. فكيف تعامل ربك بهذه المعاملة؟ تذنب ثم ترجع مرات وكرات. هذا من القياس الفاسد، لأنه قياس للمخلوق الناقص بالرب الكامل. نعم. المخلوق إذا أخطأت في حقه مرة على سبيل المثال ربما لم يقبلك. نعم.
أما إذا أخطأت أكثر من مرة فهذا قطعا أنه لن يقبلك عند أكثر الناس، وعند القليل ربما قبلك على مضض. لكن الخالق تبارك وتعالى ليس بهذه المثابة. الله عز وجل من أسمائه الحليم، من أسمائه الغفور، من أسمائه الغفار، من أسمائه الرحمن واسع الرحمة، من أسمائه الرحيم بالمؤمنين. نعم. ومن رحمته أنه أعلم بخلقه وأعلم بضعفهم، ولهذا يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا في كل حال وفي كل وقت. وهنا من أداة شرط ثم جزاؤه جوابها يجد الله غفورا رحيما. ويا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. نعم. إذن هذا القياس فاسد. أيضا مثلا قياس تشبيه المخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق أو تمثيل الخالق بالمخلوق. أين؟ مثلا إذا قرأ بعض الصفات الله عز وجل ولتصنع على عيني بل يداه مبسوطتان، إما أن ينفيها خشية من التمثيل أو أن يثبتها مع التمثيل. كيف ذلك؟ يعني هناك مثلا من يعطلون صفات الله عز وجل لا يثبتون له الصفات خشية من تمثيله بالخلق، لأنهم اعتقدوا أن الإثبات يقتضي التمثيل. صحيح. فمن هنا عطلوا الصفات، أو الذين يثبتونها يقول إن لله صفات كصفات خلقه، وهذا من القياس الفاسد. نعم. إنه تشبيه للمخلوق بالخالق أو تشبيه للخالق بالمخلوق. نعم. ذكرت صورة من هذه الصور، صور القياس الفاسد في مقالكم، وتقول قياس دين الكنيسة المحرف على دين الإسلام السالم من النقص والتحريف، ما الذي نعنيه؟ المقصود أن دين الكنيسة، الكنيسة مثلا تدعي أنها على دين عيسى عليه السلام. نعم. عيسى عليه السلام والأنبياء جميعا أتوا بالإسلام، وعيسى عليه السلام ماذا قال؟ قال له الحواريون، قالوا آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. مسلمون. نعم. فالإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد. نعم. هذا دين لجميع الأنبياء. أما الإسلام المقصود به شريعة القرآن التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام فهو الإسلام الخاص. نعم. الحنيف الكنيسة دينها انحرف. نعم. انحرف وجاءت بالنصرانية، وعيسى لم يأتي بالنصرانية، النصرانية هي الديانة المحرفة عن دين عيسى عليه السلام. صحيح. فدين الكنيسة على سبيل المثال من نظمه أنه يقول دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، مع أنهم الآن كما نرى يتحكمون في كثير من الشعوب، يتحكمون بها حتى بالتعاون مع الكنيسة. صحيح. دعنا من هذا الأمر. لكن يأتي بعض الناس ويقول إن أوروبا لما تركت الدين تطورت وارتقت، ونحن نعيش في تخلف، فلو تركنا الدين لتطورنا كما تطوروا، وهذا قياس فاسد. دين الكنيسة يحارب العلم، يحارب النظريات العلمية، وما حصل لكوبرنيك وغيره ممن أتوا بالنظريات العلمية والكشوفات وما حصل لهم من التضييق، هذا لا يقول به دين الإسلام. الإسلام دين العلم. نعم. وأول كلمة نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ. نعم. إذانا بأن هذه الأمة أمة علم، والآيات التي تحث بالنظر بالكون والتعقل والتدبر لا تكاد تحصى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم. فهو العكس تماما. أوروبا كانت على دين محرف ويحارب العلم، لما تركت دينها المحرف وأخذت بالأسباب ارتقت، مع أن أخفقت في جانب الروح. نحن كنا سادة وكنا المسيطرين، وكانت لنا الحضارة في الأندلس الآن إلى الآن باقية الآثار والحضارة. صحيح. لما تركنا الدين الحق تخلفنا، هم تركوا الدين المحرف وأخذوا بالأسباب فتطوروا من باب المادة وأخفقوا من جانب الروح. نحن لما تخلى فئام منا المسلمون ولله الحمد لم يتخلوا كلهم عن دينهم، إنما لما قصروا في فترة من الفترات في الأخذ بالأسباب غلبهم غيرهم عليها. نعم. لهذا يأتي من يقول هم لما تركوا الدين تطوروا، نحن بالعكس، لما تخلى فئام منا وحكومات من تخلوا عن الدين تخلفوا. فهذا قياس فاسد، أن يقاس دين
الكنيسة المحرف على دين الإسلام. نعم. إذن نحن يعني نقول القياس الفاسد بهذا الصدد الذي ذكرتموه، وأن الدين دين الإسلام كان يدعو للعلم وبأخذ الأسباب، حتى كنا فيما سبق أننا قادة الأمم كما نعم. قال ذاك كنا سادة الدنيا وسادتها، ما بالنا اليوم أصبحنا من الخدم، إلا يوم أن تركنا العلم وتركنا الأخذ بالأسباب وأصبح فينا الذل والخذلان والصغر. دكتورنا، نأتي إلى المقال، نعود إليه ونذكر صورة من الصور التي ذكرتموها فيه، وهي القياس في معاملة الناس. نعم نعم، سلط لنا الضوء على هذا. القياس في معاملة الناس، الناس كما تعلمون يختلفون في طباعهم، يختلفون في إمكاناتهم وفي استعداداتهم الفطرية وفي ما وهبهم الله من علم ومن ثقافة. الطلاب يختلفون عن بعض، الأولاد يختلفون عن بعض، الأقارب، الأصحاب، الزملاء. نعم. فبعض الناس يريد أن يكونوا على وتيرة واحدة ويقيسوا بعضهم على بعض، ولو عاملهم بمقتضى طباعهم لأراح واستراح. نعم. مثلا يقول أنا مدير وأصدرت أمرا إلى الموظفين أن يعملوا كذا وكذا، بعضهم أنجزه بسرعة وبعضهم لم ينجزه. نعم. وفلان أو من الناس من أسديت إليهم معروفة، فهذا وقع المعروف موقعه وهذا كأني لم أعمل شيئا وهذا أساء إلي. نعم. ماذا يقول بعض الناس؟ يقول إذن دع عمل المعروف جملة، وأيضا كل الموظفين لا خير فيهم. يعمم هذه القاعدة، والأصل أن لا يقيس في معاملة الناس، إنما يعامل الإنسان بمقتضى طبعه. نعم. وبمقتضى إمكاناته. صحيح. وبما وهبه الله، ولهذا الناس درجات في الدنيا وفي الآخرة. لو أنهم عملهم بهذا المقتضى لارتاح. مثلا الأقارب، فلان تكفيه التحية العابرة. صحيح. وفلان تكفيه المكالمة الهاتفية. صحيح. وفلان يكفيه الزيارة السنوية، وفلان يكفيه أنه يعلم أن قلبك منطوي على محبته. نعم. وفلان لا تقيس بالأقارب، تقول لماذا لم تكن كفلان؟ هكذا خلقت أيه. صحيح. هذا طبعه. صحيح. فلان لا يرضى إلا بالملاحظة المستمرة وبالاتصال الدائم وبالدعوة لكل مناسبة وبأن تجيبه لكل مناسبة. فهذا تحاول إن كنت يعني تريد أن تكون على الطريقة المثلى فلا بد لك من مراعاته ومداراته. نعم. الناس يختلفون، فالشاهد القياس في معاملتهم هذا لا ينضبط. نعم. نعم. أحيانا بعض الناس يعني كما يقال يرى الناس بعين طبعه، هل هذا صحيح في القياس أم ماذا؟ هذا ليس بصحيح، لأن قد يكون طبع هذا الإنسان قد يكون مثلا بخيلا، قد يكون لئيما. نعم. فيرى أن الناس لؤماء، قد يكون كريما فيشق عليه ألا يراهم كما في طبعه. نعم. نعم. كذلك القياس الفاسد في الخطبة كما ذكرتم في مقالكم، كيف نسلط الضوء على هذا؟ أيضا هذا نوع من أنواع القياس في الخطبة. مثلا على سبيل المثال يأتيك من يستشيرك في خطبة ابنته. نعم. أو في شأن الخاطب، يقول خطب فلان ابنتي، ماذا تقول فيه؟ وقد أعد كلمة قبل أن يأتي إليك سيقولها. نعم. يسألك وأنت تعرف ابنته أو تعرف حاله وحال ابنته وحال الخاطب. نعم. فمن خلال هذا السؤال مقتضى الأمانة أن تجيبه كما ينبغي، تقول والله هذا الشخص مناسب لكم. لأن لو سألك مثلا إنسان سؤالا عاما قال خطب ابنتي إلي إنسان عاقل إنسان كذا، تقول زوجة، هذا بالعموم. صحيح. لكن أن يسألك بخصوص فلان أنت تعرفه وأريد أن تعطيني رأيك فيه، هل أعطيه أو لا؟ نعم. تقول له مثلا من خلال ما ترى من ملائمة هذا الشاب بعينه أو هذا الخاطب بعينه لابنة هذا الرجل أو لأخته أو حتى لأمه أو لقريبته، ترى أنه ملائم لهم. فيأتيك بسؤال، لو خطب ابنتك أو خطب أختك هل تعطيه؟ هذا السؤال لا ينبغي أن يسأل كل أحد. هو يجيبك على نحو ما سألته. قد تكون مثلا عندي أخت أو قريبة وهي كبيرة مثلا في السن أو لا تلائمه، هو يعني
أولى بابنتك من أن يخطب إلي، أو قد يكون العكس. فما عليك إذا سألك سائل، إذا سألت سائل إلا أن تأخذ رأيه دون أن تقحمه في هذا السؤال. نعم. أنه ربما قال لو خطب أختي أعطيته، أقول لو خطب مثلا ابنتي ما أعطيته. إنما هو يجيبك أن هذا الخاطب يصلح لكم بعينه. نعم. ولو قال لك طيب لو سألك هل يصلح لكم وقلت لا والله أنا ما يصلح لي، هل معنى أنه أخل بالأمانة أو معنى أنه مخطئ في تقييمه؟ لا. نعم. إنما سألته سؤالا معينا، مثل لو سألك واحد والله فلان أريد أن يكون يعني عاملا عندي أو في مكتبي، تقول يصلح لك. يسألك آخر تقول لا يصلح لك. سبحان الله. لو سألوك قالوا هل يصلح لك أنت، لو أردت أن تختار قلت له أنا ما أختار هذا. أه. يعني هنا تكون الإجابة أسهل من أن تكون. نعم. في خطبة. يعني القياس ليس الشاهد، نحن في القياس الفاسد. أي نعم. هو يقيس يقول طيب طالما أنك رضيته لابنتي هل ترضاه لابنتك؟ هو في العموم لا ترضى للناس إلا ما ترضاه لنفسك، لكن قد تقتضي المصلحة أو الخير، كل الخير بأن فلانا يلائم فلانة ولا يلائم الأخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون مثلا أختك مثلا كبيرة أختها، أو تكون مثلا على طبيعة معينة تناسبه، وقد يكون هو كذلك. قد تكون مثلا أخت فلان لا تناسب هذا المستشار أو ابنته، لكن المستشير قد تلائمه. نعم. 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 كنت أريد أن أشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم. كيف يقاس بهذا؟ هو هذه موجودة، هو مرضي الدين والخلق، لكن بعض الطباع قد تلائم بعضا وقد لا تلائم بعضا. قد يكون هو الخاطب إنسانا فيه قوة وشماسة. نعم. وقد تكون أخته كذلك. صحيح. فيقول الحكيم العربي لكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطع عليه المبرد. نعم. هي تلائمه، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. صحيح. فمن هنا كان التوازن، هو قد يكون على درجة من الدين وعلى درجة من الخلق، لكن فيه بعض الطباع. هل يترك هؤلاء لا يزوجون؟ لا. هل تترك الفتيات اللواتي يتسمن بمثل هذه الصفات؟ قد يكون الخير لهؤلاء أن يجتمع. نعم. وهل نقيس كذلك من قول الله تبارك وتعالى الطيبون للطيبات؟ ما في شك يعني هذا، والطيب نسبي أيضا. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم لا يفرق مؤمن ومؤمنة. نعم. إن كره منها خلقا أراضي منها خلقا آخر. صحيح. وقد يعني يرتضي بعض الناس هذه الطباع أو هذه الخلقة المعينة. نعم. ما لا يرضاها غيره. صحيح. نعم. نعم. شيخنا الفاضل، نأتي إلى نهاية هذا اللقاء ونسلط الضوء على اختصار ما ذكرناه من بدايتها. يعني الخلاصة أن القياس الفاسد لا ينضبط. نعم. وأن القياس الفاسد سبب لضلال الأمم، وسبب لاختلال المعايير. نعم. وسبب لكثير من العداوات، وأن الذي ينبغي على الإنسان ألا يطرد هذا القياس. نعم. إنما يدرك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قاسم مشترك وفاصل مميز، وهذا الفاصل هو الذي يحدد المعيار، والذي يريد معيارا دقيقا منضبطا لا يقيس شيئا على شيء بإطلاق، إنما القياس يكون بشيء من الدقة ومن التفصيل، سواء في معاملة الخالق أو في معاملة الخلق فيما بينهم. نعم. وهذه الصور التي ذكرتموها ليست على سبيل الحصر إنما على سبيل المثال. نعم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد على ما تفضلتم علينا في هذه الحلقة وهذه البصيرة التي بصرتمونا فيها، وهي بصيرة القياس الفاسد. بارك الله فيكم مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم قد تبصرنا بهذا الموضوع وهذه البصيرة القياس الفاسد، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة مقبلة من هذا البرنامج بصائر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصائر تملأ الآفاق نوراً وتنشر في مرابعنا العبيرات.
صفت وسمت وطابت فهي عذب نمير يقتفي عذبا نميرا تزيد القلب إيمانا وتجل عن القلب المريض يذا كثيرا فكم من حكمة فيها وقول ينير العقل ويذكي الشعور حديث ذو شجون ساميات جميل رصفها تشفي الصدور